فالسالب انفينيتي اس فردي، اي سالب اس فردي بعطيك سالب معروف، صح ولا لا؟ والسالب اس زوجي شو بعطيك؟ موجب. اذا كان الاس موجب. زوجي الامور، لكن اذا السالب عليه اس فردي بعطيك سالب. فالسالب 5 في سالب ما لا نهائي راح يعطيك موجب، لانه سالب في سالب موجب، الجواب راح يكون موجب ما لا نهائي. هذا سؤال بسيط. طيب في عندك حاجة لازم تعرفها، انه رقم على موجب او سالب انفينيتي بيعطيك صفر، بيعطينا ايش؟ صفر. رقم على موجب او سالب انفينيتي بيعطينا صفر. مثال 3 على انفينيتي يساوي زيرو، 5 على سالب انفينيتي بيعطينا ايش؟ زيرو كمان. والنقطة الثانية انه رقم على صفر عدد، استثنى الصفر طبعا، العدد لا يساوي صفر، مش صفر على صفر، رقم استثني الصفر فوق ما فيش صفر، رقم على صفر ممكن يسوي انفينيتي او سالب انفينيتي. متى بيسوي انفينيتي؟ اذا كانت الاي موجبه، الرقم اللي فوق موجب، وسالب انفينيتي اذا الرقم اللي فوق سالب. يعني مثلا 3 على 0 موجب انفينيتي لانه هو الموجب 3، ماينس 3 على 0 سالب انفينيتي لانه هو ماينس الاشاره. بس سؤال اللي هو 6، find the following limits if exist. الآن راح نشتغل في هذه الأسئلة، ولاحظ هذه الأسئلة يعني في أغلبها بولونوميال على بولونوميال، في الأغلب مش كلها يعني. فراح نشوف، إحنا راح نمشي على مبدأ واحد في هذه الأسئلة، إنه إذا كان عندك limit اكس تقترب من موجب او سالب انفينيتي كان فوق بولونوميال بان الاكس بشكل عام، بولونوميال على كيو ام الاكس بولونوميال اخر، بسطع مقام وكان بولونوميال على بولونوميال، والاكس تقترب من موجب او سالب انفينيتي. طريقه الحل اني اقسم على الاس الاكبر بالبسط والمقام، يعني بشوف اكبر اس سواء بالبسط او المقام بقسم عليه. طب والحاجه الثانيه، هاي نقطه في بداية الحل. الحاجة الثانية لازم تعرفها أيضا، إنه نهاية مكتوبة بطريقة أخرى أوضح، نهاية A على X قوة N تقسيم بي في اكس قوة ام تساوي زيرو اذا كان الان اقل من الام، تساوي زيرو اذا كان الان اقل من الام. يعني اذا كان اس البسط اقل من اس المقام الجواب زيرو في الانفينيتي بحكينا. هاي القواعد اللي بندرسها الان في هذا الدرس تخص ايش؟ الموجب او السالب انفينيتي في النهايات، لما اكس تقترب من موجب او سالب انفينيتي اذا كان اس البسط اقل من اس المقام ان اقل من ام ويكون الجواب زيرو. اظن نقطتين نحطهم في. طيب الان نشوف الاسئله. لو تساووا طيب. نعم. لو تساووا صاروا نفس لو بلوس. لو تساووا طبعا هسه راح اعطيك لو تساووا. بس خليك معي. بدي نقولها ليك هون اصلا. وأعملها لك بطريقة مختلفة. يلا يا حط قاعدة شاملة. أول شيء ممكن زيرو، متى بكون زيرو؟ هسه شرحناها قبل شوي، إذا كان الأن أقل من الأم.
زميلكم بيقول إذا الأن تساوي الأم يعني نفس الأس، شو بكون؟ A على B الجواب، يعني باخذ معاملات بس، يعني بحضر الأرقام هاي باختصرها خلص. إذا الأن تساوي الأم هذا بروح اختصار، بظل A على B ما يحتاج. طب إذا كان العكس، الأس اللي فوق أكبر من الأس اللي تحت، إذا كان الأس البسط الأن أكبر من الأم اللي هو أس المقام، في هذه الحالة يا أخوان بكون في جواب بده حساب بس، بدي أعمل اختصار وأعوض وأشوف، ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب إنفينيتي حسب، بكون بده حساب يحتاج إلى حساب، الجواب يا موجب يا سالب إنفينيتي حسب. لكن الحالتين اللي واضحات إنه زيرو إذا الأس البسط أقل مقام، ومعاملات إذا نفس الأس، اختصار خلص يعني بصير اختصار، هذا باختصار شديد. طيب خلينا نشوف مثلا هذا السؤال الأول، فرع ليمت واحد على جذر الإكس، إكس تقترب من إنفينيتي، عوض الإنفينيتي، هذا التعويض ما يحتاج، فوق واحد وتحت إنفينيتي، اللي فوق رقم لاحظ، وتحت إيش؟ جذر الإنفينيتي بعطيك إنفينيتي، رقم على إنفينيتي يساوي زيرو، واضح. الثاني نفس الأمر، عوض تعويض عادي، ليمت إكس تقترب من إنفينيتي، 100 على إكس تربيع زائد 5، عوض الإنفينيتي، 100 على إنفينيتي تربيع زائد 5 اللي هو إنفينيتي، يعني بالأخير الإنفينيتي ربعناها ضفنا لها رقم نقصنا منها رقم، شو بظل؟ إنفينيتي، ورقم على إنفينيتي شو؟ زيرو. اللي بعده عادي، شو بنعمل؟ شوف بالنسبة للي بعده هذا بولونوميال على، يعني فيه معادلة فوق ومعادلة تحت، دالتين تحت بعض مش رقم على دالة بتعويض وخلص، فهون بدي ايش اعمل؟ نقسم على الأس الأكبر، إذا عندي كثير حدود على كثير حدود نقسم على الأس الأكبر بس، يعني باجي بقول شو الأس الأكبر هون في البسط والمقام، شو أكبر أس عندي؟ اثنين. اثنين روح بقسم على اكس قوة 2 بس، بحط الكسر بقسم كل الحدود اللي في البسط وفي المقام على الاس 2 بس، يعني باجي بقول هاي 2 اكس تربيع تقسيم الاكس تربيع، هذه الاربعة تقسيم الاكس تربيع كله، اكس تقسيم الإكس تربيع ناقص واحد تقسيم الإكس تربيع. طيب هسا قبل شوي تعلمنا إنه A في إكس أن على B في إكس أم، إذا كان الأس اللي فوق أقل من تحت زيرو، وإذا كان نفس الإشي باختصر وبحط A على B معاملات، مزبوط؟ فهذول بدنا نطبقهم هون الآن، بقدر أطبقهم شلون؟ طلعوا هذا ايش بسوي؟ اول شيء هذا اختصار نفس الاس، صح ولا لا؟ هذا اختصار، هذا نفس الاس اختصار، فبيضل عندك هون 2 على 1 يعني مو تحت 1، 2 على 1 اللي هو 2، هذا رقم على انفينيتي زيرو، رقم عوض انت لو عوضت في الانفينيتي رقم على إنفينيتي زيرو ما يحتاج، هذا زيرو، هذا أس البسط أقل مقام، هذا أس واحد هذا أس اثنين، فواضح إنه زيرو، وهذا رقم ناقص كمل برضو، هذا إيش؟ رقم على إنفينيتي زيرو، الجواب اثنين على زيرو. طبعا شنو 2 على 0؟ موجب انفينيتي، 2 على 0 شو؟ موجب انفينيتي زي اللي شرحناها فوق، انتبه رقم على 0 شو بكون؟ حسب، اذا كان الرقم موجب موجب انفينيتي، اذا سالب سالب انفينيتي. الذي بعده
السؤال اللي بعده يا أخوان نفس الطريقة، إيش صار هيك؟ هسه نشوف برضه بدي أقسم على الأس الكبير، والأس الكبير هو برضه إكس قوة 2 إذا تلاحظوا، وراح بقسم كل على إكس قوة 2 لأنه هو أكبر أس موجود عندي، فهذه على إكس قوة 2 وهذه على إكس قوة 2 هذه 37 على إكس قوة 2 وهي 2 إكس قوة 2 على إكس قوة 2 ناقص 5 إكس على إكس قوة 2. شو راح يكون الجواب؟ طبعا في اختصارات مبين نفس الأس، خلص باخذ معاملات هذا 7 7 على 1 وانا 1 مع الاكس تحت في التربيع، فاختصر بضل 7 يعني 7 بضل. هذه درجة أقل 0 وهذه رقم على انفينيتي 0، هذه اختصار شو بضل عندك؟ 2 مع الاختصار، مع الاختصار بضل عندك 2 بس. طب وهذه 0 ليش 0؟ هون اكس قوة 1 هي اكس قوة 2 فدرجة بسط أقل مقام 0، ف7 على 2 الجواب بيطلع 7 زائد 0 ناقص 0 على 2 ناقص 0 7 على 2. سؤال آخر، لاحظ هون الأس الكبير شو؟ إكس قوة 3 مش إكس قوة 2. هيو أقسم على إكس قوة 3 الكل، على إكس قوة 3 على إكس قوة 3 على إكس قوة 3 كل شيء على إكس قوة 3 على إكس قوة 3 على إكس قوة 3. هذه 0 لأنه فوق أقل من تحت، برضو هذه 0 وهذا رقم على انفينيتي برضو زيرو، هذه اختصار واحد أو واحد بالصف في واحد، هذه زيرو درجة أقل من درجة تحت، وهذه زيرو رقم على انفينيتي أكيد راح يعطيك زيرو، فبصفي معك زيرو على واحد اللي هو زيرو، الجواب زيرو، الجواب بيطلع إيش؟ زيرو. حتى الأمثلة تحت يعني هذا سؤال 8 evaluate the following limits نفس الشيء، اقسم على الأس الأكبر، اقسم على الأس الأكبر. طبعا هذا السؤال فرعي مش معك، فخلينا ناخذ هذا السؤال نفس الشيء، اقسم على الأس الكبير، الأس الكبير هون وينه؟ اللي هو اكس قوة 3 برضه، بروح بقسم الكل على اكس قوة 3 على اكس قوة 3 كل شيء، طبعا هذا درجة أقل في زيرو، درجة أقل في زيرو، رقم على انفينيتي زيرو، كله زيرو هذا اللي فوق. طبعا هاي اختصار بتعطيك واحد، اكس تكعيب على اكس تكعيب هذا اختصار نفس الاس، فاختصار بعطيك واحد، هاي الدرجة اقل زيرو وهذا رقم على انفينيتي زيرو، فزيرو على واحد بيعطيك ايش؟ زيرو. هذه مثلا اقسم على الاس الكبير اللي هو اكس تربيع، اللي هو ايش؟ اكس تربيع الكل، كله على اكس تربيع، هذه زيرو هذه واحد ناقص واحد في ناقص هون، هذه زيرو هذه ثلاثة وصلنا وهذه زيرو، فناقص واحد على ثلاثة بيطلع الجواب، ناقص واحد على ثلاثة. هذه مثلا أقسم على الأس الكبير اللي هو إكس قوة ستة زي ما أنتم شايفين، أجي بقول تساوي ليميت واي إكس تقترب من ماينس إنفينيتي كسر، اقسم على الأس الأكبر كله، إكس قوة ستة على إكس قوة ستة ناقص اثنين إكس على إكس قوة ستة زائد واحد على إكس قوة ستة، واحد على إكس قوة ستة ناقص إكس تربيع على إكس قوة ستة. الأمور واضحة، هذه الأولى واحد مبينة، الثانية زيرو واللي بعده زيرو، تحت برضو زيرو، كله زيرو بس هذه الواحد اللي فوق. تمام، الجواب شو راح يكون يا شباب؟ واحد واحد
على زيرو زيرو اللي هو موجب انفينيتي. هذا يعني لحد الآن الأمور كويسة، كله نفس النمط. في سؤال مختلف قليلا اللي هو فرع دي، شايفينه؟ لأن في هنا حاجة لازم تعرفها، إذا كان ناتج التعويض في النهاية انفينيتي ضرب زيرو أو زيرو ضرب انفينيتي، يعني زيرو مع انفينيتي ضرب، هاي نفس تشبه حالة الزيرو على زيرو، يعني غير معينة أو غير محددة تكون. الآن كيف يعني شو نوع الأمثلة أو شو شكلها غالبا؟ الأمثلة هاي اللي عندكم في الكتاب أو في هذا الدرس شو شكلها بكون؟ اللي زيرو ضرب انفينيتي بهذا الشكل يا إخوان، ليمت في الانفينيتي أو في السالب انفينيتي. ممكن أقول لك إكس في ساين رقم على الإكس، إذا عوضت الانفينيتي هاي انفينيتي وهاي ساين 7 على الانفينيتي ساين الزيرو بيطلع زيرو، أو إكس في يعني إشي في الإكس في تاني رقم على الإكس، يعني يا ساين رقم على الإكس أو تاني رقم على الإكس وبره في إكس، تعويضه راح يطلع بهذا الشكل. عوض هون راح يطلع سالب انفينيتي ضرب وهو تان 6 على انفينيتي او سالب انفينيتي اللي هو بيطلع زيرو، تان الزيرو بيطلع زيرو، فزيرو في سالب انفينيتي او نفس الشيء يعني. فهذه الاشكال كيف بدنا نحلها؟ فبدنا نشوف طريقه الحل. أول شيء يا شباب، هذا عشان نوضح لكم التعويض بالضبط، مش ضروري تعملوا هذا، بس إنه التوضيح كيف إنه التعويض إنفينيتي ضرب زيرو، يعني عوض ما لا نهاية. هاي هذا السؤال، ليمت إكس في ساين 3 على إكس، إكس تقترب من إنفينيتي، عوض الإنفينيتي هاي إنفينيتي في ساين 3 على إنفينيتي، إنفينيتي في ساين إيش؟ هذا زيرو، رقم على إنفينيتي زيرو، ساين الزيرو معروف إنه زيرو، فهي عبارة عن إنفينيتي ضرب زيرو، فلازم أستخدم طريقة معينة لحلها. شو الطريقة هاي؟ الطريقة بسيطة يا أخوان، الطريقة إني أروح أفرض الزاوية واي، دائما بفرض الزاوية واي، طب لما أفرض الواي الزاوية واي شو بصير عندي؟ يعني أنت فرض الفرض حقك إنه إيش؟ الواي هي الزاوية اللي داخل الساين اللي هي 3 على الإكس، حلو الكلام؟ طبعا هذا شو بيعطينا؟ مباشرة شو بيعطينا؟ انه الاكس شو راح تكون اصلا؟ ثلاثة على واي، ليش؟ لو عملت هاي على واحد وعملت ضرب تبادلي بيطلع واي في اكس يساوي ثلاثة، اقسم على الواي بيطلع ثلاثة على واي، مزبوط. فانت استنتجها مباشرة وكأنك بتبدل اكس بواي بس يعني. فالان عشان تعوض هذا كله عشان التعويض، الان الواي إذا الإكس تقترب من إنفينيتي الواي تقترب من إيش؟ سالب إنفينيتي. شوف الواي عوض، يلا الواي شوف هاي إكس تقترب من إنفينيتي شو بكون الواي؟ عوض شو قيمة الواي أصلاً؟ 3 على الإكس صح؟ الفرض تبعي الواي 3 على الإكس، يعني شو؟ 3 على الانفينيتي شو يعني؟ زيرو، مزبوط؟ يعني الواي شو لازم تقترب؟ للصفر. ايوه من الصفر، هاي ملاحظه انت خلص انا حبيت اشرحها عليك كون بس شرح، بس هي مش محتاج اني اشرح عليك ترى، خلص بصير تحطها على طول الواي تقترب من صفر، فهي بس يعني ملاحظه انه اذا اكس تقترب من الانفينيتي بناء على فرضك راح يعطينا الواي تقترب من الصفر تلقائيا، هاي حطها في مربع ازرق، مو شرط تعملها خطوه بحل، خلص حط الواي تقترب من صفر ومشي الامور. بس هاي حبيت اوضح لك انا. الان بدي اكمل حلي، بدي حل هاي النهايه شو تساوي؟ بدي اشتغل بالتعويض اللي عملته، ليميت قلنا اتفقنا انه الواي تقترب من صفر. بدل انفينيتي خلص، وبدل اكس خلص واي، كله راح يتبدل واي تقترب من زيرو. طيب هاي اول خطوه، الاكس هاي
شو بدي احط مكانها؟ ثلاثة على الواي. أنا فرضنا الواي اللي جوا ثلاثة على الإكس، واستنتجنا الإكس ثلاثة على الواي، فالإكس بدي أحط مكانها ثلاثة على واي. ساين إيش؟ الواي، مش الثلاثة على الإكس فرضناها واي، خلاص ساين الواي أصبح النهاية كلها بالواي. طبعا هاي نهاية بسيطة جدا، هاي نفسها هيك شكلها صح؟ ليميت واي تقترب من صفر ثلاثة في ساين الواي، بقدر اكتبها هيك على واي المقام. طبعا الجواب ثلاثة على واحد، معاملات على الدرس الماضي معاملات صح؟ ثلاثة على واحد بيطلع ثلاثة، هيك قانون إلها في الدرس الماضي. بس طيب سؤال ثاني تدريب اكسرسايز، لو كان بهذا الشكل ليمت اكس تقترب من انفينيتي اكس تربيع في تان 7 على اكس تربيع، 7 على اكس تربيع. نفس الطريقه يا اخوان، هذا تعويضه بيطلع انفينيتي ضرب 0، يعني لما تعوض انفينيتي تربيع اللي هو انفينيتي وتان 0 0 لانه تان 7 على انفينيتي، فانفينيتي ضرب 0 نفس الشكل هو تقريبا، بس انه تان واستخدم الاكس تربيع. نفس الحركة راح أعمل يا إخوان، افرض أن الواي الزاوية، مش هاي الزاوية اللي داخل التان داخل أي كان، هذه الزاوية حقتك، افرضها واي دائما نفس الخطوة اللي فوق، هذا فرضك واي يساوي 7 على اكس تربيع الزاوية، ماشي الحال. لأن استنتج قيمة الاكس، الاكس تربيع طبعا هون مش اكس، بدل واي في يعني هون كانك بتبدل او اضرب تبادلي نفس الفكره، فمباشره استنتج انه الاكس تربيع بتكون ايش؟ 7 على الواي. بس الاكس تربيع شو بتكون؟ حلها محل الواي، يعني الاكس تربيع بتكون 7 على الواي. لما تيجي تحسب النهايه تعوض فيها خلاص، شوف هاي النهايه المطلوب حلها، شو راح تسوي؟ راح تسوي كالتالي ليميت اكس لا اصبحت واي، وقلنا لكم الواي شو تقترب من كم؟ من صفر، زي السؤال الماضي. طيب هاي الاكس تربيع شو بدي احط مكانها؟ 7 على الواي، هاي من تعويضك في تان ال واي 7 على اكس تربيع اللي فرضناها، اللي هي نفسها يعني اذا حبيت توضحها اكثر بالنسبه لك، هي ليمت واي تقترب من صفر 7 في تان الواي تقسيم واي، معاملات تان على الاكس، تان واي على الواي. على الدرس الماضي معاملات اذا الواي تقترب من زيرو بقدر اطبق القانون، قوانين اللي اخذناها المره الماضيه في الدرس الماضي شوفوها، فسبعه في واحد معامل هون واي واحد وتحت واحد معامل واي صح؟ بيطلع الجواب شو؟ 7. ماشي الحال، هذا اكسرسايز اضافي على نفس الفكره. ويعني احنا خلص الدرس انتهى، بس بدي اعطيك تمارين على هذا الدرس. درسنا انتهى اليوم، ودرسنا قصير هذا اليوم، درسنا مرة قصير. طيب نعطيك تمارين exercise، limit evaluate limit x تقترب من infinity
ثاني ليميت اكس تقترب من سالب انفينيتي تمرين ثالث ليمت اكس تقترب من انفينيتي خلاص. وهي سؤال رابع سهلات أسلح لنا اليوم أختلف كثير. فهذا أكثر سلايز لك لنقول هوم ويرك حتى يعني ضيف لنا موضوع الواجب. هذا درس 2-3 انتهى يا شباب. راح نخش شوي على درس اللي هو 2-4 نشوف درس 2-4 كمان بسيط اللي هو يا شباب الكونتينيوتي اوف فانكشن اتصال الدوال كونتينيوتي اوف فانكشن. اول شيء تعريف عندك تعريف مهم جدا. A function f is continuous at a point x يساوي c يعني متصل. Continuous معناها متصل عند نقطة معينة c اسمها. If the following conditions في شروط هذا الأمر ينطبق إذا تحققت هذه الشروط are satisfied. أول شيء f of c is defined يعني صورة للنقطة معرفة. f of c is defined طبعا الصورة لازم تكون نقطة مغلقة أو خط مسكر ما حتى يكون معرف. يعني الاف للنقطه بالرسم بتكون نقطه مغلقه او خط مسكر. طب هذا الشرط الاول انه اف اوف سي ديفايند. الشرط الثاني الليمت لاف اوف اكس از اكس تقترب من سي اكزيست موجوده. شو معنى الليمت موجوده؟ درسنا في المره الماضيه او تعلمنا انه الليمت بتكون موجوده عند نقطه معينه اذا كانت الليمت على اليمين تساوي الليمت على اليسار. الليمت لاف اكس اكس تقترب من سي يمين تساوي ليمت لاف الاكس اكس تقترب من سي يسار. هاي تعطينا هذه. والشرط الثالث انه قيمه النهايه هي نفس قيمه الصوره. ليمت لاف اوف اكس از اكس تقترب من سي هي نفس اف اوف سي. ثلاث شروط اي شرط بيختلف فيهن شو بنقول عنه؟ غير متصل. يعني اذا شروط تحققت الثلاث بقول كونتينوس اختصار سي تي اف. واذا واحد من الشروط الثلاثه اي واحد منهم اذا اختل يعني ما طلعش مظبوط بقول غير متصل discontinuous اختصار dis cts. طبعا في الرسم او حالات يعني عدم الاتصال اربعه يعني خلينا نقول الحالات اللي عندكم هنا اربعه
من الحالات اللي بكون فيها discontinuous شيء هي بالضبط. الحالة الأولى طبعا في نقطة مفتوحة، يعني خط متواصل مع بعضه في الرسم، منحنى متواصل مع بعضه، ولكن في نقطة مفتوحة. طبعا هذا المنحنى متواصل مع بعضه، ما في جنب، ما في واحد تحت واحد فوق، يعني النهاية على اليمين أو على اليسار نفسها راح تكون قيمة 2 مثلا، سواء جيت على اليمين أو جيت على اليسار راح تصل للنقطة 2 على الواي، فقيمة النهاية تساوي 2، ما في مشكلة. ولكن لو سألتك شو F لـ C، شو الصورة؟ النقطة مفتوحة، يعني ما في صورة هون، النقطة مفتوحة ما في صورة، وبالتالي الـ F discontinuous، لأنه إيش؟ F of C undefined، غير معرف أصلا، ما في نقطة تمثل الـ C. هون دائرة مفتوحة، هاي ما بتمثلش، بس بقدر أحسب عندها النهاية، النهاية تساوي 2 مثلا، ولكن الصورة غير معرفة، وبالتالي discontinuous. هاي وضعية. وضعية أخرى كمان، هذه واضحة جدا، إذا يكون في جنب عندك، في جنب، يعني في عند نفس النقطة في عندك إيش؟ أكثر من منحنى جاي من هنا ومنحنى جاي من هنا، وبيناتهم إيش؟ فراغ جنب. هذا على ماذا يدل؟ يدل على إنه النهاية does not exist. ليش؟ لأنه إذا جيت على اليمين لما إكس تقدر من سي يمين، راح تلاقي قيمة إلها مختلفة عن جهة اليسار، لأنه في بيناتهم قفزة، القفزة هاي بتعمل فارق بين كل قيمة والثانية. اليمين بعطيك 3 مثلا، واليسار على سبيل المثال بعطيك 2، يعني does not exist النهايه. ليمت لاف الاكس از اكس تقدر من سي ايش دي اند اي does not exist، وبالتالي احد الشروط اختل، النهايه مش exist، does not exist، وبالتالي اف ايش is discontinuous. كمان لاحظ هون خط متصل وفي نقطه مفتوحه زي الحاله الاولى، ولكن في نقطه مغلقه ايضا. النقطة المغلقة هاي بتمثل ايش؟ F C قيمتها 4. يعني هاي النقطة المغلقة بتمثل الصورة. يعني F C موجودة يا اخوان. Defined. معرفة وقيمتها 4. الشرط الأول تحقق. طيب الشرط الثاني، الليمت موجودة؟ نعم. ما في جنب. إذا ما في جنب الليمت موجودة عادي. إذا ما في جنب الخط متواصل، حتى لو في نقطة مفتوحة بتكون الليمت موجودة. من الجهتين لو أجيتها راح تلاقيها عند 3 مثلا. فالليمت موجود وقيمتها 3، والصورة موجود وقيمتها 4، لكن الشرط الثالث وهو إيش؟ هل الليمت لأف الإكس أز إكس تقدر من سي تساوي أف سي؟ لا، ما تحققش. ليش؟ لأنه الليمت قيمتها 3 والصورة قيمتها 4 غير متساويين، وعشان هيك قلنا إيش؟ الأف إز ديس كونتينوس أت إكس يساوي سي. وضعية رابعة، بكون في خطوط تقارب، يعني أف أوف سي هون ما بقدر أعرفها. لاحظ النهاية سواء على اليمين أو على اليسار تتجه نحو الأعلى بتقارب، نحو الأعلى باتجاه واي الموجب، وبالتالي بتكون موجب إنفينيتي. النهاية شو موجب إنفينيتي؟ الصورة لو سألتك F of C ما بقدرش أقول لك الصورة شو هي بالضبط. هذا خط تقارب هون، يعني عند خطوط التقارب ما في صورة أصلا، ما في صورة. F of C does not exist أو undefined، يعني مش معرفة أصلا. السبب انه هذا discontinuous انه F because السبب انه F of C undefined مش معرفة. هذه الوضعيات عدم اتصال، فيما عداها متصل. يعني لاحظ هذا السؤال، السؤال الاول use the graph of the function شاون الفيجر في الشكل المجاور هذا أمامنا to determine whether f is continuous at x يساوي 0, 1, 2, 3, 4 and 5 or not. يعني حد عدم الاتصال من عدمه عند النقاط 0, 1, 2, 3 إلى آخره. لاحظ وضعيات عدم الاتصال كلها فيها نقطة مفتوحة أو جنب، جنب أو نقطة مفتوحة هذا discontinuous. خطوط تقارب كمان discontinuous، فيما عداه الأمور طيبة وبكون continuous. الآن بالنسبة ل الزيرو ما في جنب ولا في نقطة مفتوحة فكونتينوس، وبالنسبة للثلاث نفس الأمر، ما في جنب ولا في نقطة مفتوحة كمان كونتينوس. فعند الزيرو وعند الثلاث أنا بقول له إيش؟ كونتينوس. طب البقية، البقية الواحد نقطة مفتوحة معناته ديسكونتينوس، لأنه قفل واحد مش معرف مثلا. الأربعة في جنب
عند الأربعة في إيش؟ جنب اليمين والشمال له قيمة مختلفة عن بعض. يعني إذا جيت على الأربعة من فوق من جهة اليمين راح توصل الواحد، وإذا جيت على يسار الأربعة ومشيت باتجاه الأربعة راح توصل لإيش؟ الاثنين، قيمتين مختلفات. يمين لا يساوي شمال، وبالتالي الشرط من الشروط اختل في الكونتينيوتي وأصبح هون عند الأربعة ديسكونتينوس. أيضا عند الاثنين نفس الأمر، صح في نقطة مغلقة بتمثل اف الاثنين قيمتها واحد، لكن الليمت لا، الاف عند الاثنين كم قيمتها؟ اثنين، هاي واحد وهاي اثنين مش متساويين، وبالتالي اختل الشرط الثالث عدم اتصال عند الاثنين أيضا. وعند الخمسة في خطوط تقارب، اف الخمسة undefined، عشان في خطوط تقارب مش معرف لك اف الخمسة، اف الخمسة undefined، وهذه الليمت هون دازنت اكزيست، وهذه الصوره موجوده والليمت موجود مش متساويات، ما فيش تساوي بيناتهم، وهنا اف الواحد انديفايند. فعند الواحد والاثنين والاربعه والخمسه يقول ايش؟ ديسكونتينوس ديسكونتينوس. طيب خليكم معي لحظه يا شباب بس. طيب نشوف مثال ثاني يا شباب، نشوف هذا المثال بقول discuss the continuity of each function at the indicated point. يعني عندي أنا دالة ومعطيني نقطة، بقول لي هل الدالة هاي متصلة continuous عندها النقطة هاي، معطيني أربع أسئلة أربع فروع. لا لاحظ A و B بسموها دوال متشعبة، بيس وايز فانكشن بسموها دوال متشعبة، يعني بكون لها أكثر من شعبة، كل واحد يعني أكثر من حالة. فالآن في حاجة في البيس وايز فانكشن لازم تنتبه لشغلة في الليمت. طبعا عادة في البيس وايز فانكشن بحط لك يعني حالات، شو الحالات؟ X لا يساوي X يساوي، ممكن أحط لك X أكبر X أقل، X أكبر X أقل، زي هذا المثال. X أقل X أكبر X يساوي. الآن شو أنا المعلومات اللي بقدر أخذها من البيس وايز فانكشن؟ إذا قال لي X أكبر معناته الليمت أكبر من A بشكل عام، إذا قال لي X أكبر من A معناته أنا بأخذ ليمت لF as X تقترب من A يمين، يعني بأخذ الليمت على اليمين، أكبر يعني بأخذ على يمين، وإذا أقل بتكون الليمت على اليسار، بأخذ إيش؟ الليمت على اليسار. طب إذا لا يساوي ما حطك لا أكبر ولا أقل، حطك لا يساوي، لا يساوي تعني أكبر أو أقل، يعني لما أقول لك لا يساوي معناته يا أكبر يا أقل، يعني بيشمل الجهتين، وبالتالي الليمت بتكون جنرال بشكل عام، يعني الليمت لأف أز إكس تقترب من إيه بدون يمين ويسار، لأنه بغطي الجهتين مع بعض. فهذه الإكس لا يساوي بتعطي الليمت مباشرة بدون يمين أو يسار، الأقل بعطيك اليسار والأكبر بعطيك اليمين، واليساوي إكس يساوي إيه بيعطيك الصورة، أف الإيه مش ليمت بعطيك الصورة، إذا X يساوي A بعطيك الصورة. فهي ملاحظة مهمة جدا انتبه لها. طيب نشوف هذا السؤال الأول، F of X يساوي X تربيع ناقص 1 على X ناقص 1 حيث X لا يساوي 1، 2 حيث X يساوي 1، هل هو متصل عند الواحد أم لا؟ لنرى. شوف بدي أشوف أول شرط، هل F الواحد موجود؟ نعم، F الواحد عند اليساوي، هاي يساوي 1 يعني F الواحد كم قيمته؟ اثنين، صح ولا لا؟ فاف الواحد الصوره عند الواحد موجوده قيمتها اثنين. طيب الشرط الثاني، الليمت موجوده ام لا؟ طبعا هاي لا يساوي، قلنا لك هاي ليمت، ناخذ منها ايش الليمت؟ الليمت لاف الاكس از اكس تقترب من واحد شو بتكون؟ نفس الليمت لا الاكس تربيع ناقص واحد على الاكس ناقص واحد. طبعا هذه فيها تحليل، ويعني فرق مربعين فوق، اكس تربيع ناقص واحد هي عباره عن اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد على اكس ناقص واحد، وراح يصير معك اختصار
راح يصير معك اختصار هذه الاكس ناقص واحد مع الاكس ناقص واحد يتم الاختصار، ثم بعد ذلك تعويض الاكس بواحد، واحد زائد واحد يساوي ايش؟ اثنين. فالليمت ايضا تساوي اثنين، والصورة موجودة وقيمتها اثنين، يعني الشرطين تحققان. الشرط الثالث، هل الليمت تساوي الصورة؟ نعم، هاي اثنين وهاي اثنين زي بعض. ليمت اف الاكس از اكس تقترب من واحد هي نفسها اف الواحد وقيمتها اثنين. اذا الثلاث شروط اللي حكينا عنهم في الاتصال تحققن، وبالتالي بقدر اقول له اف از كونتينوس ات اكس يساوي واحد. طيب الان نشوف سؤال ثاني. اف اوف اكس يساوي ساين اكس على اكس حيث اكس لا يساوي صفر، ثلاثة حيث اكس يساوي صفر ات اكس يساوي زيرو، هل هو متصل عند الصفر ام لا؟ هذا هو السؤال. الان طبعا انت بدك تدرس الاتصال وين؟ عند الزيرو. هو قايل لي عند الزيرو، معناته بدي اشوف اف الزيرو موجود اول شيء. نعم اف الزيرو موجود عند المساواة بالضبط. كم القيمة؟ ثلاثة. الشرط الثاني بدي اشوف الليمت لاف الاكس از اكس تقترب من صفر، اللي هي باخذ هاي عدم المساواة، الساين اكس على الاكس نفسها بتكون ليمت لساين اكس على الاكس، اكس تقترب من زيرو. طبعا هاي قيمتها واحد، معاملات هاي اكس واحد على واحد بعطيك واحد من قوانين حق الدرس الماضي. هذه واحد يا اخوان، والصوره يعني موجوده النهايه موجوده قيمتها واحد، والصوره موجوده قيمتها ثلاثه، لكن بتلاحظ انه الليمت للاف قيمتها لا تساوي الصوره اف الزيرو، ليمت الاف از اكس تقترب من زيرو هذه واحد وهذه ثلاث، واحد لا يساوي ثلاث. هذا الشرط الثالث يا اخوان ايش؟ اختل معي، لازم الليمت تساوي الصوره، وبالتالي هون طلع معي لا يساوي حسب حساباتي اللي طلعت معي، هذه واحد وهذه ثلاث مش متساويين. اذا الاف از مش كونتينوس، ديس كونتينوس ات اكس يساوي زيرو. طيب بالنسبه لفرع سي f of x يساوي مطلق x زائد واحد، بدي اشوف هل هو متصل عند السالب واحد ام لا؟ بدنا نشوف. اول شيء بحسب f السالب واحد كم يساوي؟ f of سالب واحد الصوره يعني مطلق لسالب واحد، عوض الاكس بسالب واحد، مطلق لسالب واحد زائد واحد، مطلق الزيرو بيطلع زيرو، انا في مشكله الصوره موجوده عادي. طب الليمت لمطلق اكس زائد واحد از اكس تقترب من سالب واحد، برضه نهايه تعويض هذه ما فيهاش يعني حركات وشطب وحلل، لا تعويض مباشر بالضبط، عوض السالب واحد نفس الشيء، سالب واحد زائد واحد مطلق الزيرو بيطلع زيرو، يعني الليمت موجوده زيرو والصوره موجوده وفي تساوي بيناتهم صح؟ يعني ثلاث شروط تحقق ترى، شرط شرطين والتساوي ايش؟ الشرط الثالث مظبوط؟ انه متحقق متساويات، شرط صورة ليمت وتساوي. إذا الـ f is continuous at x يساوي سالب واحد. طب فرع d الأخير f of x يساوي واحد على x زائد ثلاثة at x يساوي minus 3 at x يساوي minus 3. الآن شو بتلاحظ الـ minus 3 هذه؟ شو علاقتها في المقام؟ لو عوضناها في المقام شو تطلع؟ minus 3 زائد 3 بيطلع زيرو بالمقام، وهل الزيرو في المقام معرف اصلا؟ اصفار المقام غير معرف، دائما عند اصفار المقام يا شباب شو؟ بتكون غير معرفه اصلا، فلذلك هنا راح يكون ديسكونتينوس بدون ما افكر. ليش؟ بكل بساطه اذا مسكنا المقام اللي هو اكس زائد 3 وحسبنا اصفاره سويته بالصفر، يعني اكس زائد 3 يساوي صفر، راح يعطينا اكس يساوي ماينس 3، انقل 3 أعطيك سالب ثلاثة. طب ما دام صفر المقام هذا، يعني الاكس ناقص ثلاثة هي عبارة عن ايش؟ صفر مقام. وبالتالي اف الماينس 3 شو بكون؟ undefined. عند اصفار المقام شو بكون؟ undefined. وبالتالي اف ايش؟ خلص ما دام الشرط الأول اللي هو حق الصورة مش معرف، لازم يكون defined. لأنه صفر مقام مش معرف. وبالتالي اف از discontinuous عند السالب ثلاثة. باختصار يا شباب عند اصفار المقام دائما ديسكونتينوس، اصفار المقام ايش؟ ديسكونتينوس. هذا باختصار شديد.
نشوف بس خليكم معي ثواني. ايوه طيب، هنا في عندك ثيرو نظرية مهمة. أول حاجة بولينوميال فانكشن اللي هو كثير الحدود اللي تعلمناه، تعرفوا وقلنا لك الدومين حقه ايش بيسوي، ار كثير الحدود اللي هو اسس صحيحه موجبه، ما فيش عندك مقام واحد، يعني ما فيش اس سالب، كله اسس صحيحه موجبه، ما فيش اس كسري، هذا شكل العام يعني. هذا في السابق قلنا لك الدومين حقه ايش، ار اول ريال نمبرز، ايضا هو كونتينوس على الار الشباب، ايضا شو بكون بما انه دومينه ار، ايضا هو كونتينوس على الار. الحاجه الثانيه الراشونال فانكشن اللي هو اقتران كسري بولونوميال، ها بشرط يكون فوق بولونوميال وتحت ايش بولونوميال، هل بسموه ار الاكس او الراشونال فانكشن. طبعا مش اي كسر، مش اي اقتران كسري بكون راشونال، لازم يكون فوق بولونوميال يعني وتحت بولونوميال، ما في جذر، ما في اس كسري، ما فيش اي حاجه، بس هو بسط على مقام يعني. هذا بكون كونتينوس على الار عدا اصفار المقام، كونتينوس اون ار عدا اصفار المقام، نفس الدومين يا اخوان. الدومين تتذكروا لما قلنا لكم الراشنال فانكشن بي على كيو، بكون الدومينه ار عدا صفر المقام، كنت اخذ المقام اسويه بالصفر اطلع اصفاره واقول بالاخير هو الدومين يساوي ار ناقص اصفار المقام، بحسب اصفار المقام ممكن يطلع رقمين بسيلين. بس لان السؤال على هاي النظريه، سؤال اربعه زام الاربعه، find the x value if any، اوجد قيم x اذا ان وجدت يعني at which f is discontinuous اللي بكون فيها الاقتران غير متصل. طبعا باختصار دائما اصفار المقام discontinuous، اذا كان بولينوميال ما فيش نقاط عدم اتصال. يعني مثال السؤال الاول اللي هو f الاكس يساوي 2 اكس تكعيب ناقص 4 اكس زائد 5، هذا بولينوميال فانكشن كثير حدود، يعني هو كونتينوس اون ار من النظريه ايش؟ ما دام انه بولينوميال هو كونتينوس على الار. طب هو بيسالني عن الديسكونتينوس، ما دام هو كونتينوس على الار كامله اكيد نو بوينت اوف ديسكونتينوتي، ما في نقاط عدم اتصال لانه على كل الار متصل، وبالتالي الجواب شو بكون؟ نو no points of discontinuity بالنسبة لكثير الحدود. السؤال الثاني فرع بي جي اكس عبارة عن اقتران راشنال يعني بولونوميال بسط وبولونوميال مقام، لأن نقاط عدم اتصال بكل بساطة طلع أصفار المقام، بس نقاط عدم اتصال له بكل بساطة ايش؟ خذ المقام سوي بالزيرو، المقام اكس تربيع ناقص 4 اكس ناقص 5 يساوي صفر، تحليل او استخدم آلة الحاسب مود 5-3، انا بفضل التحليل، بشوف عددين حاصل ضربهم الحد المطلق ماينس 5 ومجموعهم الحد الاوسط معامل اكس ماينس 4، راح الاقيهم ماينس 5 بلس 1، اكس ماينس 5 في اكس بلس 1 ايكوال 0، هذا بيعطينا يا اما اكس ماينس 5 ايكوال 0 او اكس بلس 1 ايكوال 0. طبعا هذه لما تنقل الماينس الناقص 5 راح تصير هون موجب 5، تنقل الموجب 1 راح تصير ايش سالب 1، فعندي صفرين للمقام الخمسة والسالب 1. عند اصفار المقام شو؟ discontinuous. عند اصفار المقام هو راح يكون continuous على r عدا اصفار المقام، لكن ايش discontinuity وين بتكون؟ عند اصفار المقام بالضبط. فاصفار المقام g is discontinuous at x يساوي ايش سالب 1 الصفر المقام، وهذا الخمسة لأنه صفر مقام discontinuous عند أصفار المقام. طيب سؤال ثالث h of x يساوي 1 ناقص 6 x على x تربيع زائد 5، نفس الشيء بتاخذ المقام إذا في أصفار أوكي هاي أصفار المقام بتكون discontinuity. طب ما في أصفار زي الحالة هاي، لاحظ المقام هون عبارة عن x تربيع زائد 5 والx تربيع عبارة عن أس زوجي والموجب 5 رقم موجب، يعني دائما اذا عندك اس موجب اس زوجي مع رقم موجب هذا لا يساوي صفر، ما لهوش اصفار اصلا، ما له اصفار، لو دخلته على الاله الحاسبه راح يعطيك استخدم مود 5-3 دخل الاي والبي والسي راح يعطيك ايش؟ اعداد تخيليه، يعني ما فيش له اصفار حقيقيه،
راح اعطيك قيم بالاي. هذا لا يساوي صفر دائما، اذا اس زوجي مع رقم موجب لا يساوي صفر، يعني ما في اصفار للمقام. وبالتالي ما دام هذا بولونوميال على بولونوميال وما في اصفار للمقام، بكون كونتينوس على الار. هذا ترى يا اخوان صح بسط مقام ولكنه كونتينوس على الار، لان المقام اصلا ما له اصفار. وبالتالي no points of discontinuity. No points of discontinuity. طيب ممتاز. نشوف بعد ذلك السؤال. طبعا احنا اوشكنا على نهاية الدرس، ولكن بدنا ناخذ two exercise موجودة معنا بالكتاب. بدنا نحل هذا الاكسرسايز ونشوف. نمسحه نحله من البدايه لانه الاكسرسايز مهم في فكره. الان شو بقول السؤال؟ لنقرا. بقول لي اف اكس طبعا بيس وايز فانكشن بهذا الشكل، ساين سي اكس زاد 5 اكس على 2 اكس زاد 10 اكس، حيث x لا يساوي صفر، يعني هاي الليمت هون بتكون. وثمانية حيث x يساوي صفر، يعني الصورة هون f 0 8. شو بقول لي؟ طبعا في عندي مجهول c constant، مجهول اللي هو c. بقول find the values of c، أوجد قيمة c that make f continuous at x يساوي صفر. أوجد قيمة c اللي بتخلي ال f متصل عند الزيرو. طبعا يا اخوان ما دام الاف كونتينوس ات زيرو، الاف از كونتينوس ات اكس يساوي زيرو، هذا بيعطينا يا اخوان ايش؟ انه الليمت لاف الاكس از اكس تقترب من زيرو موجوده، موجوده النهايه موجوده كمان، وتساوي ايضا f of صفر of zero، يعني الصوره عند الزيرو موجوده والليمت موجوده ومتساويتين. هذا معنى الكونتينوس. حلو. لان بالنسبه للليمت عند عدم المساواه باخذ القاعده هاي وبطبق عليها والصوره مبينه تماما، فهذا بيعطينا انه الليمت از اكس تقترب من صفر لاف اللي راح يكون ايش القاعده التاليه، الشعبه الاولى ساين سي في الاكس زائد 5 اكس على 2 اكس زائد 10 اكس. نلاحظ هذه نهايه فيها ساين وتان واكس، يعني فوق وبسط في المقام، يعني نفس الشيء. والاكس تقترب من زيرو، لو جيت تعوض راح تلاقيها زيرو على زيرو، ترى بحتاج اعمل حركه بسيطه اطبق فيها القوانين بس. شايفين يا اخوان لو قسمت البسط والمقام كل الحدود على اكس انه راح تبين معي تطبيق القوانين بكل بساطه. شوف الحركه اللي بدك تعملها لما يكون عندك نهايه فيها اكس وتان وساين، انك تقسم على الاكس، يعني زي هاي النهايه مثلا. شوف للتوضيح مثلا هون على جنب، لو واحد قال لي find limit x تقترب من زيرو وحط لي فيها sin وx وtan بس، بسط ومقام خلطني في بعض خلطة، 7x ناقص 2 في sin الx على tan 5x ناقص 2x. شو طريقة الحل؟ إذا كان خبصة عبارة عن x وساين وتان في البسط والمقام والاكس تقترب من زيرو، الحل إني أقسم كل شيء على الاكس، يعني بروح بقسم على الاكس سواء بالبسط أو المقام. باجي بقول بكل بساطة 7x على الاكس والناقص 2 في ساين الاكس على الاكس والتان 5x على الاكس والناقص 2x
على الاكس. راح يسالني واحد كيف انا بغير بالسؤال واقسم على الاكس؟ هيك انا بغير بالسؤال؟ لا، ليش ما بغيرش بالسؤال؟ لاحظ لو كان عندي، نطبقها على الارقام، لو كان عندي 10 زائد 5 على 20 شو تطلع هاي؟ احسبها، تطلع 3، 15 على 20 تطلع 3 على 4 صح؟ الآلة الحاسبة لو حطيتها بتطلع ايش؟ 3 على 4. اجى واحد بده يتفلسف شوي ويقول لك انا بدي اعمل هالحركة، في بيناتنا عامل مشترك اكس بقدر اقسم، عفوا 5 يعني، كلهم بقسم على 5. ما دام كلهم بقسم على 5 برجع اقول مثلا بقدر اقسم هاي على 5، هل بيطلع الجواب صح؟ وهذه 5 على 5 وهذه 20 على 5 بصير؟ نعم بصير، وما اثرت على القيمة على فكرة، انت ما عملت شيء بالقسمة هاي، ما غيرت السؤال ولا عملت شيء. جرب احسب، هل بيطلع 3 على 4؟ هذه 10 على 5 2، وهذه 5 على 5 1، وهذه 20 على 5 شو بتطلع 4؟ نعم 3 على 4 نفس الشيء، ما غيرت بس هذا تغيير شكل. وهو نفس الشيء شباب، لما قسمت على الاكس انا غيرت شكل السؤال ولكن لم اؤثر على نفس السؤال، يعني ما اثرت على القيمه، قسمت على الاكس. الهدف من ذلك اطبق القوانين اللي درستها في الدرس الماضي. شوف هون 7 اكس على الاكس، باختصار الاكس مع الاكس بضل ايش؟ 7 ناقص هون معاملات ساين على الاكس 2، في معامل اكس جوا 1 وتحت 1، هذه 5 على 1 معاملات، وهذه 2 على 1، اختصر الاكس مع الاكس بضل 2 على 1، زي هاي 7 1 نفس الشيء. 7 ناقص 2 على 5 ناقص 2، 5 على 3 بيطلع الجواب. طب هو نفس الامر، نفس الامر اقسم على الاكس نفس القصه. طبعا هذا لازم يساوي اف الزيرو. طب كم اف الزيرو؟ حسب لانه كنت بس قلنا لكم ليمت تساوي اف الزيرو الصوره، اف الزيرو كم؟ 8، فبحط 8. طبعا انا عارف الجواب للنهايه بس انا ايش؟ اطلع قيمه السي. لما بدي احل النهايه حل عادي زي ما حليت السؤال على جنب، بروح بقول ليمت اكس تقترب من صفر، بقسم كل واحده على الاكس ساين سي اكس على الاكس زائد 5 اكس على الاكس 2 اكس على الاكس زائد تان الاكس على الاكس، هذا كله يساوي 8. طب احسب هاي القيم، هذه سي على 1 وهذه 5 مع الاختصار، وهذه 2 اكس بتطير مع اكس بضل 2، وهذه 1 على 1 اللي هي 1، هذا كله يساوي 8 من السؤال يعني مش منك اف الصوره اللي هي. هل بقدر اطلع سي من هالمعادله؟ المعادله اصبحت سي على 1 اللي هي سي زائد 5 تقسيم 2 زائد 1 3 يساوي 8. باجي بحط هذه على 1 وبعمل كروس، صح؟ مش هيك بتحلوها انتو؟ شو بصير؟ سي زائد 5 ضرب 1 تعطيك سي زائد 5، ايش في 1 بعطيك نفسه، يساوي 1 ضرب، عفوا 3 ضرب 8 صح؟ اللي هي كم؟ 24. بروح بنقول الخمسة، ها؟ بروح بنقول الخمسة، فيصبح عندك قيمة السي المطلوبة مني 29. 24 ناقص 5 ناقص 19، 19 بكون هذا الجواب، طلعت قيمة السي. واضح يا اخوان هذا السؤال كويس. طيب سؤال اخر، لاحظوا انا اخترت، يعني انا بدي اخترت من الاكسرسايز، بدي اختار كمان. طبعا هذا السؤال حليناه قبل شوي، هي الاكسرسايز 29 حليته، بدي اختار لك كمان سؤال 27. سؤال 27 شو معطيني؟ اقتران متشعب.
اكس زائد بي حيث اكس اقل من واحد، 4 حيث اكس يساوي 1، 2 اكس ناقص بي حيث اكس اكبر من واحد. طبعا اكس اقل من واحد هذا ايش؟ يسار زي ما تعلمنا، هاي يعني واحد يسار هيك معناه اقل، والاكبر معناه واحد يمين، واليساوي معناه الصوره. يعني عندك كون بهذه البيس وايز فانكشن ثلاث اشياء، يمين ويسار والصوره، مش شغلتين، ثلاث شغلات. طيب شو بقول لي؟ طبعا في مجهول، مجهولين مش مجهول واحد، A و B. بقول find the value of A and B، أوجد قيم الـ A والـ B that makes، اللي بتخلي F continuous على الفترة infinity سالب infinity، يعني continuous على الـ R. طبعا أنا معطيني continuous على الـ R، بس أنا ما بحتاجهوش كامل، بحتاج إنه عند الواحد بس. شو بحتاج؟ عند نقطة التشعب اللي هي واحد. فباجي بقول له ما دام هو كونتينوس على الانفينيتي سالب انفينيتي موجب انفينيتي، اكيد كونتينوس على النقطه واحد اللي انا بتشعب حواليها. طب شو بستفيد من انه كونتينوس عند الواحد؟ الشروط الثلاث تحققت. طب شو الشروط الثلاث؟ الليمت موجوده والصوره موجوده والليمت تساوي الصوره. طب حسب الشعب اللي عندي شو ممكن اكتب؟ الليمت موجوده يعني يمين يساوي يسار، اليمين بيساوي اليسار، هاي معنى الليمت موجوده. طيب وايضا يساوي ايش؟ الصوره. فما دام كونتينوس يا اخوان اكيد اليمين راح يساوي اليسار، وبيناتهم بقدر احط الصوره كمان بتساويهم. فباجي بحط ليمت اف، استنتاج من الكونتينوس انه ليمت لاف از اكس تقترب من واحد يمين لاف الاكس هي نفسها اف الواحد الصوره، وايضا هي الليمت على اليسار اكس تقترب من واحد يسار لا أف. يعني باختصار عندي ثلاث شعب يمين يسار وصوره، بسويهم في بعض بكون انا حققت الكونتينوس. هذا معنى الكونتينوس. طيب الان ليمت على اليمين، في قاعده لليمين فيه واحد يمين هاي اكبر، بعوض مكان الاف 2 اي اكس ناقص بي. طب واف الواحد عند المساواه كم؟ قيمته 4، بحط 4. واليسار بشوف القاعده اليسار اقل من واحد يسار اللي هي اي اكس زائد بي، بعوض مكان الاف اي اكس زائد بي. الان عوض في النهايه نفسها اكس تقترب من واحد، بعوض الواحد 2 في اي في اكس، حط مكان الاكس واحد، 2 في اي في واحد ناقص بي راح يسوي اف الواحد اللي هو 4، وراح يسوي ايضا ايش؟ عوض الواحد هون اي في واحد زائد بي. الان أصبح عندي معادلتين يا إخوان. ليش معادلتين؟ في هون معلوم رقم، بس هاي معادلة وهاي معادلة. بقدر أقول 2A ناقص B تساوي 4 أخذها لحال، 2A ناقص B تساوي 4 بأخذها معادلة، و A في واحد اللي هي A زائد B يعني تساوي أيضا 4، وأحطهم تحت بعض وصار عندي معادلتين وضحات، هيهن 2A ناقص B 4 يساوي 4، وأيضا A زائد B يساوي 4. هذول المعادلتين ممكن استخدم الحذف او التعويض في حلهم. هون سهل تستخدم الحذف صراحه، لانه اذا جمعت المباشره راح يعطيك جواب. ليش؟ لانه هاي سالب بي وهاي زيها موجب بي بس عكس الاشاره. بالجمع شو راح يعطينا؟ اجمع كله البلبل كله، فاثنين اي وموجب اي بعطيك 3 اي، سالب بي موجب بي صفر، روح حط مساواه، واربعه واربعه شو بعطيك؟ 8. هون صار عندي قدرة إن أطلع قيمة الـ A، اقسم على الثلاث الطرفين بيطلع مع قيمة الـ A 8 على 3. طب الـ B كيف بدي أطلعها؟ عوض قيمة الـ A في أي معادلة بتطلع الـ B. يعني مثلا هون الـ A 8 على 3 طلعت معنا، بدي أمسك المعادلة الثانية أو الأولى ما عندك مشكلة. مسكت الثانية كل واحد أي واحد بتعطيك نفس الجواب، A زائد B يساوي 4، هاي معادلة بدي أستخدمها بس عوض فيها قيمة الـ A اللي هي 8 على 3، فيصبح 8 على 3 زائد B يساوي 4. طب انقل ال 8 على 3 للطرف الثاني يصبح البي 4 ناقص 8 على 3، يعني البي كم يساوي؟ احسبها بالآلة الحاسبة 4 على 3. فطلعنا قيمة الاي 8 على 3 وقيمة البي 4 على 3 بناء على انه كونتينوس. طبعا بيضل عليك سؤال الهوم ورك في هذا الدرس اللي هو ايش؟ معطيك اف الاكس اكس تربيع ناقص 9 على اكس ناقص 3 حيث اكس لا يساوي 3، وكي حيث اكس يساوي 3، وبقول لي find the value of k that make f is continuous عند الثلاثي او عند السالب انفينيتي موجب انفينيتي، نفس الشيء لانه انت بهمك الثلاث بالاخير. الليمت هيها
والصورة كم؟ كي مجهولة، طلع الكي بس. كيف اطلع عشان الكي اخرج الصور؟ كيف اطلع الصور؟ بسيطة يا رجل، اف الثلاث كم؟ اف الثلاثة كي. كي، مش بقول لك كونتينوس هلا لازم يساوي الليمت صح؟ صح، عشان الليمت تسوون اف الكي راح يساوي الليمت هاي، الليمت هاي بتعرف تحسبها؟ ايه. فرق مربعين اختصر عوض بيطلع جواب معك، فبتكون قيمة الكي طلعت لانه هاي الكي تساوي هاي ايه الليمت صح، هاي، ايوه صح. فكي الكي راح يطلع 6 يمكن، احسبه. فسهل، سهل الامور، سهل جدا. هذا اسهل سؤال اصلا اخترته لك الهوم ورك. فكذا اتينا الى ختام الدرس 2/4، ايضا اليوم اعطيناكم درسين، درسين خفاف الطاف يعني. اسمح لي يا صعب دكتور، الله يبارك فيك. الحين ان شاء الله الاختبار نصفي، ان شاء الله انه حضوري صح؟ ان شاء الله، نعم حضوري. اي تمام. طيب هو محدد من كم لكم درس الكم لكم الحين اللي نذاكر؟ الله يبارك فيك. من بعد اذنك يعني. شوف شوف، لغايه درس 2/3 يعني، 2/4 قد لا يدخل معك، يعني مش اكيد انه يدخل معك 2/4، تمام، يعني لين لكن 2/3 ان شاء الله. مبدئيا 2/3، لكن اصبر لانه ممكن يدخلوا 2/4 كمان، تمام. ممكن يدخلوا، لكن مبدئيا بقول لك مبدئيا 2/3، تمام، لكن الله يعطيك ممكن العافية. خبر اكيد ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. في حد عنده سؤال استفسار يا شباب؟ التمارين اللي بعطيك اياها بعد نهايه كل درس مهمه، مهمه، وحلك الها بدل على انك انت يعني اذا حليتها انت وفهمتها يعني هذا يعتبر استعداد لك للاختبار، يعني بتأهلك لاختبار النصفي، غير انها واجب ومطلوب منك فيما بعد. راح اقول لك انه يعني بأي وقت سواء الاسبوع الجاي او بعد الاختبار بغض النظر، راح اقول لك جمع لي واجبات الشابتر الاول والثاني في ملف PDF وارسل لي اياها في اي وقت، ما راح اقول لك. فلازم تحلها اول باول، بتحقق هدفين، الهدف الاول انك تتدرب تستعد لاختبار النصفي، وتحقق الهدف الثاني انك ايش بتكون حليت الواجب، يعني اول فاول بتكون حليت الواجب وجمعته وما تراكم عليك وتكون امورك بسيطه، فبتحقق الواجب وبتحقق استعدادك للمد. بس الحين فمهم، الله يبارك فيك، عندي استفسار قلنا بسيط لك الواجب قبل استفسارك، قلنا لك الحين. الواجب بس قبل ما الحين تكمل الله يطول قلنا لك بعمرك إن شاء الله. إن شاء الله. بس الآن الاختبار راح يكون اختيارات ولا راح يكون كتابي يعني؟ وإذا كان كتابي الآن هل يتطلب جميع الخطوات ولا تكتفي بالجواب يعني؟ الاختبار راح يكون كتابي يعني مش اختيارات، اذا صار تغيير واختيارات راح نخبرك اكيد يعني، بس هو مبدئيا هو كتابي الاختبار. ولازم فالخطوات اكتب مطلوب الخطوات. كيف انا بحل، تحل مثلي كيف انا بحل بحل لك في الاسئله في الدروس، حل بنفس الطريقه، تمام. لا تخترع طرق اخرى، يعني خليك على نفس الطريقه اللي انا بحل فيها، لا تخترع طرق اخرى، نفس الخطوات طيب اعملها. لو كان عندي مثلا خطوة أخرى وتأدي نفس الجواب ما استعملها؟ انا قصدي طريقه اخرى يعني مختلفه تماما عن اللي أوه بحله انا. تمام، فهمت عليك، فهمت عليك. طريق. اما يعني بتأدي نفس الغرض او يعني نفس يعني الشكل مختلف بس هي نفسها، لا عادي مش تمام. مشكله. انا قصدي طريقه ثانيه، يعني مثلا في بعض الطلاب احيانا احنا في طرق سريعه في الرياضيات، أنا لا اخفيك انه في طرق سريعه في الحل، بس انا بكون عارفها بس ما بعطيك اياها، انا بجوز لمح لك عليها، بس هاي بالاختبار المفروض تحل بخطوات حل في طرق سريعه. نعم مش معناته اذا يعني بعض الطلاب تلاقيه مثلا بدرس في البيت او عنده مدرس في البيت او شيء، بروح بعطيه طريقه، الطريقه عارفينها احنا مش عارفينها، الطريقه معروف في طريقه سريعه، قد تكون في طريقه يعني مبتكرة وسريعة، بس احنا الهدف مش نعطيك الحل السريع، الهدف انه انت تتعلم خطوات حل، كيف تمشي بالسؤال خطوة خطوة وتصل للنتيجة. فاحنا الطريقة اللي نعطيك اياها متعمدين نعطيك اياها انك تتعلمها، في طرق اخرى احنا مش راح نعطيك اياها، مثلا هدفنا تتعلم هاي الطريقة مثلا، عرفت هاي الفكرة.
فنفس الطريقة اللي أنا بعلمك إياها امشي فيها، يعني لا تحاولش إنك تخط طرق أخرى مختلفة يعني مسارها ثاني، فخليك على نفس طريقة الحل عشان إنه في هدف يعني في المادة من نحققه عندك أنت تتعلم، فلازم تمشي بنفس الطريقة ما تغيرش يعني. هاي نقطة حبيت أن أبهن عليها. تمام. والنقطة الثانية إنه خطوات الحل، إحنا بنحاسبك على الخطوات وبنحاسبك على الجواب، يعني إذا واحد مثلا أخطأ في الجواب لكن عنده خطوات صح مش راح يضيع عليه السؤال، يعني نعطيك حقك ويعني في التصحيح، يعني سواء أنا صححت أو مدقق ثاني، يعني في مدقق وفي مصحح وفي يعني مش أنا اللي بصحح، مش أكيد أنا أصحح لك يعني، لأنه إحنا في شعب نتبادل الشعب بنصحح شعب ثاني، فمش أكيد إن أنا نفس المصحح، عرفت؟ ففي تصحيح وتدقيق أول تدقيق ثاني، بالأخير أنت راح تاخذ حقك في يعني في السؤال وزيادة شوي كمان، يعني أنا بطمنك إنه أنت راح تاخذ حقك في السؤال وزيادة، فمن هاي الناحية تطمن، بس عليك إنك تستعد يعني وتحضر كويس للاختبار، تمام، والاختبار الله مش يبارك، صعب، يعطيك أنا ألف عافية. طمنك يعني كمان تطمينة أخرى، الاختبار من ضمن أفكار الشرح، ما فيش يعني أشكال وألوان، الاختبار بسيط إذا أنت دارس بس، لكن إذا أنت مش دارس، شايف؟ إذا أنت مش دارس لو جبنا لك أبسط الأسئلة راح تشوفها صعبة، أنت مش دارس مش فاهم إشي يعني، إذا ما كنت دارس ومش فاهم إشي لو جبنا لك أبسط الأسئلة راح تقول اختبار صعب والوقت طويل وهكذا من هاي الأمور، يعني لأنه أنت مش دارس أو مش متدرب ولا أنت فاهم إشي يعني، فشو ما كان السؤال سهل راح تشوفه صعب، لا أطمن لك إنه الاختبار سهل ما دام أنت دارس، أمورك طيبة يعني أمورك ماشية كويسة. في حد عنده سؤال استفسار يا شباب؟ لو طيب سمحت يا دكتور، نعم، بالنسبة للأسئلة اللي ما عرفت إجابتها، هل أتركها أو ضروري أني أحلها؟ عادي عادي ما عندك مشكلة، أنا كنت نقطة أقول لك إنه الواجب ليس اختبارا، الواجب هدفه تتدرب، الآن قد أنت تحل جزء كبير من الأسئلة، تحل مثلا جزء صح جزء تخطئ فيه، يعني في عندك أخطاء فيه، أنا مش راح أحاسبك على أخطاء، أنا بحاسبك إنه بشوف محاولتك كيك بس، إنك حاولت وسلمت الواجب بس، تأخذ الدرجة كاملة حتى لو عندك أخطاء، لأنه هذا مش اختبار هذا واجب اسمه، الآن مش ضروري إنك تروح تستعين بحد، حل أنت بفهمك حتى لو أخطأت أنا مش راح أحاسبك، هذا واجب، واجب إنك أنت تحاول، أخطأت أصابت مش مشكلة، ما عندي مشكلة أنا بحط لك درجة كاملة إن شاء الله ما دام سلمت في الموعد خلص أمورك طيبة. طيب، والواجب يكون عن طريق الدفتر ولا في طريقة ثانية؟ الواجب بدك تعمله بي دي اف، يعني كيف بي دي اف؟ يعني نفس اللي حليته على الورق ممكن تصوره، والصور هاي بتجمعها في الكيم سكانر، في تطبيق اسمه كيم سكانر تعرفه؟ هو معروف الحين عن وتعرفه طبعا، طريق الملاحظات الآن، إذا مع أبل. او عن طريق يعني في طرق كثيره من أي. ضمنها الكيم سكانر، انك تصور وتحولها تعملها تحويل على الشركه على الكيم سكانر، وهناك بالكيم سكانر بتقدر تحددها وتشاركها ملف بي دي اف، في خيارات بالمشاركه على سواء الشركه على الواتساب او على الايميل، انك بتشارك بيعطيك خيارات انك تشاركها بي دي اف، بتشاركها بي دي اف، وفي زي ما تفضل زميلكم ممكن على النوت تعملها على النوت ما عندك مشكله، اي طريقه في طرق كثير يعني كل واحد عنده اكثر من طريقه، فبالاخير سهل العمليه سهله انك تحولها بي دي اف، واللي ما بيعرفش يعني ممكن احنا نعمل خلال المحاضره الجايه او اي محاضره نقول لك نعطيك يعني خلينا نقول نموذج انه كيف عندي صور واحولها لبي دي اف، ممكن نعلمك عادي بسيطه الامور، ممكن تتعلم من زملائك الاخرين تسال، فالامور بسيطه. طيب يا شباب حضروا في جروب واحد الان، حط في الجروب واحد عشان التحضير، ان شاء الله نشوفكم على خير في المحاضره القادمه، مع السلامة شباب.